سلطانة، أخبارك إيه؟ شكلك تعبان، أنت عيانة ولا إيه؟ طيب أنا جايب معايا الأستاذ وليد الشرقاوي المحامي الكبير، طبعًا الكل عارفينه، طب إن شاء الله هنخرج بيك النهاردة. أستاذ وليد الشرقاوي ده أستاذنا كلنا، ونعيم بيه آثار إن هو اللي يمسك الموضوع بنفسه. كويس إن هو فاضي. طبعًا. أنا ما أقدرش أتأخر على الأستاذ نعيم. خير إن شاء الله. ربنا معاكم. وما قولك في أن القطعة المضبوطة تمت سرقتها من أحد المتاحف على إيد جماعة إرهابية؟ سلطانة، السكوت في المواقف دي مش كويس، وأنا بحذرك، الموضوع خطير جداً. ستك عايزنا نجاوب على إيه؟ الحاجات دي بتاعت مين؟ ما أعرفش. أقول لك جوزي، أمي، بنتي، والله ما أعرف. أو ممكن تقولي إن هي بتاعتك وتقولي وصلتك إزاي؟ يبقى اللي أنت شايفه أنا اللي عندي قلته، وانتوا لو عايزين تعرفوا مين اللي ورا ده هتقدروا تعرفوا. ما عنديش كلام تاني اقوله. بعد اذن سعادتك، واضح جدا ان الست سلطانه تعبانه، ورغم كده اكدت اكتر من مره انها ما تعرفش حاجه عن حته الاثار المنسوكه ولا تعرف مصادرها. الحاضر مع المتهمه يطلب اخلاء سبيلها من سرايا النيابه بضمان محل اقامتها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حقها. وكمان سعادتك ما عندهاش ثوابت. سعادتك متأكد زي ما أنا متأكد بالظبط إن رجالة المباحث بشوية جدية في التحريات هيقدروا يوصلوا للفعل الحقيقي. يا أستاذ بقول لك القطعة اتسرقت من متحف على إيد جماعة إرهابية، ولازم نعرف مين كل اللي وراهم. تمام سعادتك. موكلتي تعبانة وقالت بالحرف إنها ما تعرفش حاجة عن الحرز المضبوط. أمرنا نحن سامر العوضي وكيل نيابة الجمالية بحبس المتهمة سلطانة جابر 15 يوم على ذمة التحقيقات. ليه بس الحبس يا فندم؟ دي ست ربنا كريمها والفلوس معاها كتير، ده غير العقارات والبيوت، يعني مش محتاجة فلوس الآثار في حاجة. وتفتكر منين بقى الفلوس دي كلها؟ من عربية الكبدة طبعا. عربية الكبدة؟ عربية الكبدة تعمل كل ده؟ سيادتك ليه لا يعني؟ أنت من ساعة ما اتجوزتها ما لاحظتش أي أمور غريبة؟ لا يا فندم خالص. اللي أعرفه كمان إن المكان اللي لقوا فيه الآثار هو الخزنة بتاع المحل بتاعها. كان معاك نسخة من المفتاح؟ لا ما معيش، ماليش علاقة بالمحل بتاع مراتي ولا بفلوسها. يعني ما لاحظتش أي علاقات مع أشخاص، علاقات غريبة، حاجة مريبة؟ مريبة إيه وأشخاص إيه؟ بقول لحضرتك مراتي، مراتي. إيه يا متر؟ هو عادي السؤال ده؟ إهدى، إهدى يا أستاذ نعيم. سعادته ما يقصدش المعنى اللي جاي في دماغك. يعني مثلا مفيش ناس بينهم وبين الست سلطانه شغل، انت ما تعرفش تفاصيله؟ اي شغل يا استاذ نعيم؟ انت قصدي حضرتك يعني شغل الاثار وكده. اللي اعرفه يا فندم ان في واحد اسمه شكر العقباوي ده محبوس عندكم لحبسها سلطانه نفسها لانه كان بيفتش على اثار تحت بيتها. وده بيشتغل ايه بقى؟ عنده محل انتيكات في شارع المعز. سلطانه قول اي حاجه عشان خاطري. اي حاجه؟ شكلك تعبان قوي. هو مين؟ نعيم. هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده. مستغربين ليه؟ انا اللي بقول لكم يا ست سلطانه اللي انت بتقوليه ده مش سهل. انا عارف، عشان كده لازم تتصرف. لا 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 يا ست سلطانة، نعيم بيه في ظهرك على طول، ده كان هيتجنن. بعدين وليد الشرقاوي ده محامي كبير، احنا نعرفه كويس. انا مش عايزه المحامي ده، انا عايزاكوا تتصرفوا وتخرجوني من هنا باي شكل.